إذن مرحبا بكم مجددا متابعينا الكرام، متابعي الفجر سبور، دائما في إطار حضور الحصة التدريبية لفريق الكوكب المراكشي لكرة السلة إناث. لا يتواجد معي رئيس المكتب المديري لكرة السلة سي عبد الحق خويصر. مرحبا دائما على الفجر سبور وفريق الكوكب المراكشي للذكور ولا أيضا الإناث، خصوصا الفريق ديال الإناث اللي يحقق لحدود الآن البطولة كلها بدون هزيمة لحدود الساعة، في غياب كما قلت الدعم ديال الجهات المعنية هنا بمدينة مراكش. نخلي لك الكلمة سي عبد الحق خويصر لتوجيه ايضا الكلمه لكل المسؤولين وكل الغيورين على فريق الكوكب المراكشي لكره السله. شكرا شكرا. كما شفتوا دابا الحصه التدريبيه ديال الفريق الاناث اللي تيوجدون ان شاء الله الماتش ديال اخر البطوله، ومن بعد غادي يبداو ان شاء الله في الاقصائيات ديال كاس العرش والبلاي اوف. البلاي اوف الحمد لله الكلاسمون ديال اليوم اللي تحتلوا المرتبه الاولى اللي خولت لهم باش يلعبوا في مدينه مراكش البلاي اوف، هذا الحمد لله واحد شويه ديال نقص شويه من المصاريف باش تخرج على مدينه مراكش. ولكن بالنسبه للذكور كلاسوا في البطوله تروزيام ولاعبين البطوله بيلعبوا البلاي اوف في مدينه فاس، واليوم راه اتجهوا لمدينه طنطان باش يلعبوا الثمن النهائي تاع كاس العرش. بالنسبه للثمن النهائي تاع كاس العرش، هذا الكاس اللي غالي علينا لانه كان الفريق غادي يقدم الاعتذار، لانه بالنسبه للمسائل الماديه الفريق تعيش واحد الازمه خانقه، لانه في غياب الدعم ديال الناس المسؤولين على مدينه مراكش لهذا الفريق هذا، اللي كي تعرفوا بان بالنسبه للاناث راه حاصلين دابا على البطوله ديال 2018 2019، وان شاء الله في هذه السنه هذه راه عندهم 90% حتى 95% باش يحصلوا على الازدواجيه، لا هي بالنسبه للكاس ولا البطوله. دابا عندهم السيمانه الجايه عندهم الربع النهائي ديال كاس العرش، ومن بعد غادي تلعب التومي فينال والفينال في مدينه العيون. لهذا الفريق راه تيعيش واحد الظرف اللي هو شويه صعيب، وبالنسبه لنا الماد عندهم واحد لانه المكتب المديري ديال الفريق عاجز باش يكمل البطوله، لانه الاجور ديال اللاعبين واللاعبات ما كاينينش. بالنسبه للتنقلات هذا الفريق باش يكمل البلاي اوف ديالو ما كاينش، وكنا تنتظروا باش المسؤولين ديال مدينه مراكش غادي يدعموا، كنا تنطمنوا الخير غادي الفريق راه غادي يدعم ان شاء الله، لانه راه حقق واحد شي حاجه اللي ما كانش في مدينه مراكش سنين هذه، باش ما عاشش هذه الفرحه هذه، وحنا مقبلين ان شاء الله باش نعيشوا فرحه اخرى اللي هي اكثر تضاهي سميتو لنا باش تحصل على الازدواجيه ديال الكاس والبطوله بهذا الفريق هذا المنسجم اللي هو قوي دابا في المغرب. وان شاء الله اللي ما لا لانه حنا مقبلين حتى في شهر 12 حنا درنا الترشيح ديالنا للاحتضان ديال البطوله الافريقيه للفرق البطله بالنسبه للاناث، وعندنا 90% باش غادي تقبل، وغادي ان شاء الله تكون في مدينه مراكش. وحتى هذا خص يكون حافز للمسؤولين ديال مدينه مراكش باش يدعموا هذا الفريق، لانه غادي يكون وجه مشرف ديالهم في افريقيا. إذن شكرا لك سي عبد الحق خويصر رئيس المكتب المديري لكرة السلة، اللي قلت تكلمتي على العديد من المعطيات اللي حاولت تحيط كل المتابعين الكرام ديال الفجر سبور بمعطيات فريق الكوكب المراكشي لكرة السلة.